مساء الخير عليكم، وش راكم على بالي؟ راكم على العطلة مع الأطفال؟ دوكا كنت خمو وش ديروا لهم اليوم؟ جبت لكم تحلية ولا فلان راح تقولوا كيفاش انتو الفلان جديد راح تشوفوه مع طاطا حبيبة، وانتو ما ديروه مع أطفالكم، تشاركوهم في المطبخ الأطفال يحبوه باش يكونوا هما تاني يحسوا روحهم مهمين. اتفضلوا معنا في المطبخ طاطا حبيبه، راح تشوفوا الوصفه راح تكون سهله وخفيفه. الوصفه وش فيها؟ فيها نص ليت الحليب، 50 غرام فلان فراوله، فلان فخاز، ومغرفه اميدو انشا، فوالا. وهذا لو كولي دو فخاز. كيفاش طيبوا؟ ديروا شويه فخاز، شويه سكر، وشويه قارص، وشويه ماء، يطيب فوق النار مهيله، ومن بعد ترحيوه. راح تشوفوا كيفاش رايحين نقدموه. نحكم فيها زوج ساشيات تاع 50 غرام، نحكم 50 غرام تاع الفلون، نخلعو ونزيد مغرفة تاع مايزينا تاع لاميدو ليتو هكذا، ونبدا نحرك نبدا نحرك ونخلط بالحليب. نديرو هكذا باش ما يتكبرتلناش، ونطيبوهم فوق النار مهيله فوق، طيبوهم سيغ فو دو حتى يتلم لنا ويجي جامد شويه. نديروه فوق النار يطيب حتى يجمد لنا. هاوليك او بدا يختار دوك شويه ونطفيو عليه. في الكؤوس تاعنا باسكو رانا في موسم الفراوله، نقطعو شويه حبات تاع لافريز ولا نشكلوها على هذا الشكل، ونديرو شويه لكولي دو فريز. ومن بعد نخلو شويه يبرد الفلان باش ما يتخلطناش مع لو كولي دو فريز. هاو الفلون تاعنا وجد، تاكلوا بصحة ولهنا. تابعوا قناة طاطا حبيبة، كل يوم يصلكم الجديد، وان شاء الله كنا خفاف عليكم. وهذه شاركوا اولادكم باش يديروها سهلة خفيفة وكاع يحبوها. يعطيكم الصحة، بقوا على خير.